بسم الله الرحمن الرحيم. معكم شرف البحراوي، جمعية منتخب النور للتبوريدة بجماعة مول البرقي إقليم آسفي. اليوم كانت المباراة النهائية بالنسبة للمباراة الجهوية المقامة بمدينة آسفي، والحمد لله كانوا الإخوان اليوم في المستوى، كانوا الخيول تاي في المستوى. كنشكر الجمهور اللي شجعنا من نهار التدريب حتى اليوم، وكنشكر الجمهور اللي مازال مساندنا حنا دابا حدا الوثاق، وكلهم تبارك الله الجمهور ديالنا هو واقف معنا. بحكم ان التنقيط ولا كيتعطى بين كل مرحله، حصلنا على الرتبه الاولى في التشويره، حتى حصلنا على الرتبه الاولى في الضربه الاولى، بقات لنا غير الضربه الثانيه والثالثه. كان كاع الصربات كان عندهم نفس المستوى في الضربه الثانيه، في الضربه الثالثه تقريبا ثاني كان نفس المستوى، كان فرق غير دير نص نقطة، ولكن حنا ربحنا التشويرة وربحنا الضربة الأولى. بحكم التجربة ديالي راه من 2011 وأول مشاركة، أول مشاركة ديت فيها الرتبة الأولى بمدينة آسفي يعني، وبحكم التجربة بين الجهات وسميتو دار السلام ومعري الجديدة، ما عندناش تخوف من أي فرقة. شوف ما نكذبوش عليك، حنا هاد العامين اللي كنا جلسنا بحكم هذيك المرض اللي كوفيد 19، الاخوان راه ما بقيناش تلاقينا مع بعضياتنا، وكاين مشكل في 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 في, في عبده في الخيول. حنا راه كنجيبوا خيول من كازا وكنجيبوها يعني حتى النهار كتبقى 3 ايام ولا 4 ايام، والاخوان ما كيكونوش مازال فاهمين معاها، فهمتيني؟ كنبقاو ديك التدارين القادو غير الخير، اما البارود راه تيسير له كاع السربات، يقدر ييسر له الله البارود، يقدر ما ييسرش له، واخا تكون هي مزيانه كاع ولا احسن سربق راه يقدر البارود يخرجها من المنافسه. هاد السنه بالذات كاين بزاف السربات اللي كانت كتكون مزيانه ما مشاركاش، وكنتمناو نكونوا من الاوائل الله يوفقك. السلام عليكم، معكم حسن الزطامي نائب ديال السربات المقدم شرف البحراوي. كنشكر الجمهور اللي كيكاتفنا دائما، والحمد لله وفقنا الحظ اليوم باش نكونوا في الحسن الظن ديالهم، وما حاشمنا السيدي ربي. فلهذا كنطلب من الجمهور يزيد يعاوننا بالدعوات ديالو في الاقصائيات الجهويه باذن الله، باش نكونوا من المحظوظين ان شاء الله. الاقصائيات الجهويه هي مؤلفه ما كدوش سهله، كدوش صعيبه، لانه احسن ما كاين في الاقاليم كيدوهم، ولكن هذا العام كاين واحد الفرصه بالنسبه لينا حنا كفريق عنده تجربه وعنده ثقه في النفس. بزاف ديال الصربات كنعرفوهم كانوا كيتاهلوا، ولكن هذا العام كاينه المفاجات، فلهذا بحكم التجربه الحمد لله دزنا من هذا الدور الاول. الا جمعنا روسنا وكنا رجاله كتنقولوا يجيب الله التيسير باذن الله. هذه هي المفاجاه اللي تكلمنا عليها ما بين الجهات، هادو اللي ذكرتي ليا كاينه اسماء هنا ما بين الصربات اللي هي كتضرب لها 1000 حساب على الصعيد الوطني، لانه اقصائيات هي كتخاض معايير ديالها، يعني هنا حيدتي عليك واحد شويه ديال المسؤوليه. حنا كنتمناو للجميع، ولكن هذه لعبه خصها تربح يعني، فلهذا قلت لك الا كنا في المستوى ما بين الجهات نقدروا نحققوا شي نتيجه لهذ البلاد باذن الله. واللي بقى لينا هو اللقب الذهبي هو اللي ما جبناش. الحمد لله الصربه راه تكونات في 2011، حصلت على الرتبه الثالثه، على كاتريام، على سانكيام، والحمد لله كنتمناو نجيبوا الذهب ونريحوا في حالاتنا، احنا بدينا نشيبوا. السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وكنشكر القناه على هذه الاستضافه وعلى هذه الالتفاته، اللي هي بصراحه راه اي مرور ثقافي في حاجه للاعلام،
يعني لو ما يكونش الاعلام راه ما غادي تكون حتى شي حاجه، لا في الفن التبوريدي ولا في الفن الغناء ولا في الفن العيطي. دائما كنحافظوا يعني على 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 الاعلام هو اللي كيعاونك. وشكرا للجميع. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.